السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. انا كنحول هكا حيت كانت المراه دورت على هادشي. كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي مزيان؟ امور مزيانه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. واجي هنا، جي هنا سيدي خويا. خويا ما تتبانيش هنا، قربي هنا، قربي. نتمنى تكونوا على خير وبخير، وكنشكركم بزاف، كنقول لكم بزاف شكرا. وغنقول لكم هذيك القضيه ديال اللي قلتوا لي على ولدي. انا ولدي كناخذ هذا، كنحترم الراي ديالو، ما بغاش يقول شنو بغا يدير، وما بغاش يقول شنو غندير، حيت الا قلنا شنو غايدير خصو ضروري يديرها. جيبي الزيت. قلناش غايدير ضروري يجيبها، ضروري يديرها. وانا ما هاد الشيء اللي كاين دابا مشكله صراحه، قال لي مشكله. مثلا غيمشي يقرا، باقي الوقت ما عرفنا شنو كاين، ندير لي مشروع هنا ما عرفنا شنو كاين، يمشي يقرا يرجع يقرا ثاني في الانجليز ما عرفنا شنو كاين. خصنا تنشوفوا هاد الامور، كيفاش القضيه، كيفاش غدير، والفيروس وهادي. المهم حنا عند الله، اللي مكتبه ليه هي اللي غايديرها. والانسان بلا ما يبقى يسولني ولدك اش غايدير وفين يمشي، حيت كاين الانترنت. لان حنا كيفاش درنا حنا باش عرفنا؟ حتى حنا عرفنا عيب في الانترنت وهادي، وقلبنا وبحثنا. داكشي فاش مشى ولدي انايا وتكري ليه حتى من هنا من المغرب، وتكري ليه تمايا، ما كاينش مشكل. انسان كلشي الانترنت سهلت كلشي، الانسان ما يبقاش يدير عليا. حيت واحد السيده ديجا سولتني في انستغرام شنو دار ولدك، قلت ليها ولدي ما بغاش. المهم ما عقلتش حتى شنو قلت ليها. وما تبقاو تسولوني، الله يرحم الوالدين على ولدي، الله يستر عليكم. وانا ما مقلقه زعما حيت سولتوني، حيت هو ما بغاش. وانا رانقول انا عندي هاني، انا شاركت معكم كلشي، بقى ها ولدي شنو غايدير. وهادي ما عليناش. بالنسبه نشرب كويس اتاي بعدا، ندير معكم كويس اتاي. زي كاسكس انا تا ندير ضروري كويس اتاي ونجمع. اليوم دايره كسيكسو، البارح كنت مريضه، البارح مرضت يا اختي السديه. ما عرفت اختي عيت، جاتني تبوريشه، رجعت مشيت نعس، يوصل نورا دارت الماكله صافي، وشدني تبوريشه مشيت تكيت، كنقلب على هذيك في بريكس ما لقيتهاش. صافي اليوم صبحت بخير، يمكن غير خرجت عند المعلمين ضربني البرد، حتى العيا. بالنسبه ليسرى، انا غادي يسرى ديجا هضرت معاها، ما تبقاش دير الفرقه، وغادي نبقى نقول لها تجمع شعرها، حيت عندكم صح ديك الفرقه راه كتحيد ملي كيتفرق الشعر، تيخوى من هنايا تيبقى خاوي. وانا راه غنسيستي عليها باش ما تبقاش تدير الفرقه. وكنشكركم بزاف، شكرتو يسرى، وشكرا شكرا، بارك الله فيكم، وبارك الله فيكم، الله يرحم الوالدين. وبالنسبه انا سربيت كلشي، باغا نفطر. بالنسبه للمعلم، انا غنمشي عنده اليوم، غنمشي ندير كسيكسو ان شاء الله، ونمشي نجيب ولادي وغندوز عند المعلم، ولكن ما نصوروش، غادي عيد سمعوا اشنو غايقول. انا غنعطيه فلوس، راه باقي عندي، راه ما عطيتهمش، لان الناس تيجيو تيشوفوا الفيلا تيقولوا السيده راه مزرزره، راه عندها، راه الفلوس راه مستوكيين في الجناب، راه حافره لي مستوكيهم. حنا راه كندمروا فيهم، راجلي كيدمر فيهم، حتى باش باش كانسان تيدير، راه ماشي تيصبوا علينا، من ماشي عندنا زعما. ولو يكون بيزنس راه تخدمي عليه، ولو يكون مخاطه لا جيتيهم الله يسر لي لي كتبهم علينا حرام، كيكونوا ساهلين. ولكن الانسان ملي كيدمر عليهم راه كيعرف فين كيحطهم. انا غنرجع عنده وغنهضر معاه، وغادي غادي قدامكم انا غنسجلو، ولكن ما نبري ما غنصوروش هو، ولكن الصوت ديالو غيتسمع، وتشوفوا شنو غايقول ليا. انا جاتني 10000 بزاف، وانتم غتشوفوا معايا، وغادي نمشي عنده نطيب الغدا الا لقيتو، ما لقيتوش غنرجع ليه في العشيه، نبقى ترجع ليه، ولو نعيط ليه في التليفون ونسمعوا لكم وتسمعوا شنو غايقول. لينا الناس خطار، الناس خطار، تيشوفوا الفيلا تيقولوا السيده راه بوكو فلوس، ولكن راه ما كيعرفوش انسان اش كيدير فيهم، كيدمر فيهم وهادي. المهم انا غنفطر،
تشاركوا معايا كسكسويه، راه واخا دايره معاكم ديجا دايره معاكم، غادي نجمع معاكم ندير كسكسويه نديرها بالغنمي، واخا الغنمي شويه قاصح مع السكر معليش، غندير غير اي شويه جوج كيلو غندير غير نحيد منه قاصح بزاف الغنمي. هادشي اللي كاين، وتشاركوا معايا كسكسويه ونمشي نجيب وليدي تم المدرسه، وهذا هو النهار ديالي، ولا خرجت في العشيه غتبعوا معايا. هنا انا عندي كيلو ديال الغنمي، وكما نديروش كامل بزاف نحيد منه. اللي حيت منه بزاف، حيت منه درت غير هذا بارك جد بزاف، بقى هو كيذوب متيبقاش الغنمي تاهي. معليش انا نحبس السمن، ضروري نجمع معاكم وندير كسكسويه معاكم بزاف الحوايج. الانسان البارح كنت عيانه ما قدرتش، قلت لهم وحاش ندير شي فيديو، كنت دايره دايره نايضه نايضه اللهم نهضر. انا درت الاقامه ديالي، درت اللحم، درت البصله، درت الحموص، درت الاقامه ديالي، القزبر اللي ما عنديش ربطه ما كنجيبش القزبر نربطه. صافي هنا درت الزيت، غنشحر هذا الشيء ونخلي اللحمه تطيب واحد شويه، عاد نبلل بالماء سخون. هاك جمعيت هذيك الخنشه اختي سعديه، جمعيت هذيك الخرجه وديري ليا فطار الكبير تنديرو في الطوموبيل ونخرجو. حنا عندنا لاكوبال بعيده، خاصنا ضروري نعمرو هادو ونديرو في الطوموبيل ونديه ضروري. انا عاد عرفت علاش مرضت البارح، البارح عرفتي دابا عاد عرفت علاش مرضت البارح. درنا سميتو انا الفول كيطيح ليا طونسيون، الفول كيطيح ليا طونسيون دابا عاد عرفت، مع درنا ديك فتيت الشطبه ودرت فيها الفول، ودابا عاد عرفت علاش طاح ليا طونسيون، عاد عرفت علاش مرضت. البارحه عرفتي النهار كامل عينيا لاهيين. صافي الفول انا تفكر دابا زيت الفول، عاد تفكرت بلا درت الفول في سميتو فتيت الشطبه. المهم انا خضرتي انا غادي نديرها وندير اللحمه تتقلى وطيب ونرجع معاكم ان شاء الله. هنا باش ما تحرقش ليا العطريه نقلي اللحم. بللت بالماء سخون حيت باش ما ينزلش ليا الحمص، حيت درته في الماء سخون ونخوي عليه الماء سخون باش مي عرفت علاش طاح ليا الطونسيون واكل الفول البارع عليه. انا تهزيت الفول دابا وي جامو كيهبط الطونسيون.
الحكومه دايره كسيكسو. انا نشارككم معكم شوف ديجا مصايبه معكم خوتي خواتاتي. انايا هاد لاباراي هادي عرفتي شحال من واحد طلب عليا هي اللي عندي انا كندير في الكريبتو هادي هانتوما كندير فيها الكريب شتي بحال هذيك اللي عندي انا ها هي لا عقلت عليها كدير الكريب ودير كلشي هانتوما كتخدموا بها وزوينه اينوكس مزيانه. انا خديت لواحد السيده في العكاري الا تشوفيني اختي في العكاري عيطي ليا ولا صيفطي ليا في انستغرام الله يرضي عليك راه درتها في انستغرام ما جاوبتينيش وانا خديتها لك ها هي انا ما عنديش مشكل خديتها ولكن ما جاوبتينيش وبزاف الناس سولوني على هاد الماكينه هذه. انا غنخلي لكم النمره التليفون ديال السيد وانا اقسم بالله السيد ما كنعرفو ما كنمشيش في وجهه انا حيت الناس المتتبعين طلبوني وانا بالخصوص المتتبعين اللي كيبغيوني يطلبوني على هاد لاباراي غادي نخلي لكم النمره هو حدو تماره الا كانت مثلا في سلا بعيد عليه مسكين ولا الله اعلم ولا في مراكش ولا في طنجه راه شوفوا هو مسكين غايبيع عليكم بثمن راه ماشي غاليه 2600 ريال ولكن المصاريف غتخلصوها نتوما اللي بغى هاد لاباراي المصاريف غتخلصوها نتوما. انا غنخلي لكم النمره التليفون ديال السيد وعيطوا لي انا السيد راه بلا ما تسولوا على النمره ديالي انا راه ما تنعرفوش ما عمرنيش انا صاحبتي في الواتساب هي اللي عطاتني النمره ديالو وانا غنخلي لكم النمره ديال هاد السيد هذا وعيطوا ليه بلا ما تسولوا تقولوا لي رشيده راه ما تنعرفوش اقسم بالله وهاد النعمه راه ما تنعرفش السيد انا صاحبتي هي اللي كتعرفو صاحبتي الحومه راه هي اللي كتعرفو عطاتني النمره والناس طلبوني انا غنخلي لكم النمره واتصلوا به وشوفوا فين غتلقاه وفين هادي ويوصلها لكم الا كنتو في تماره راه يوصلها لكم كتكونوا في خارج تماره غتخلصوا المصاريف ديال الترونسبور اوكي باش نتفاهموا نكونوا مفاهمين. والسيده اللي في العكاري طلبتني وقلت لها غناخذها لك وراه ما بقاش جاوبتني جاوبيني يا اختي وغنديها لك انا حتى العكاري انا نديها لك حتى العكاري ما عنديش مشكل انا خديتها لك وغنديها لك حتى العكاري لينا شنو قلتي لي نطلع للدار نتفرجها كنهبط سميتها نهبط عندها طب عندها ساكه ديال الجورنال وداك الشيء اللي كيبيعوا الجورنال يبيعوا بزاف الحوايج. المهم انت يا اختي تفكريني والا الا شير الفيديو اتصلي بيا صيفطي ليا في الواتساب في الانستغرام وغادي نديها لك عين عتي ليا وغنديها لك صافي ها هي اختي ديالك وانا غنخلي لكم النمره ديالو ونتمنى حيت الناس بزاف طلبوني عليها وغادي نخلي لكم النمره ديالو صافي السلام عليكم. انا غنمشي عند داك مون سميتها وي انا كنخرج كنت انا راه واحد الحاجه سميتها كنسى كنسى غنمشيو عند داك مون الشوديره بما يدوز الوقت غنمشيو عند مون الشوديره وغادي نطلق الفيديو ولكن هو ما غايشوفنيش وغتسمعوا وموتوا بالسمع داكشي وداكشي وداكشي داكشي طق طق على بنات خرجت بالبيجاما ما فيا ما لبس علاش يا ما تشوفو قولي لهم واش نقول لهم شي حاجه قولي لهم انت اختي بغيتي تقولي انا بغيت نقول والو دابا غنمشيو عند مول الشوديغه ومهمتهم معنا كيما تشوفو دائما يلا كاينش الرادار لا شنو درتي بغيتي 5000 لا انا مضيعينيش لا ما غنضيعك زيد القدام زيد ما غنضيعك كاع ما ضيع حتى واحد لا انا دابا لا عي قولي انت لا بلاتي انت دابا عي تصنت ليا بغيتي نعرف اش بدلتي فادي لا دابا جاوب دابا سؤال وجاوبني
سؤال وجاوبني، عا سؤال وجاوبني. ما بدلتي والو، هذاك التكنيك ديالي انا. علاش التكنيك ديالك؟ عي درتي قديتي عي شي حاجه. شوف انا شاكه في هذيك اللي كانت مدليه هي اللي مشكله. والله ما في داكشي بالله، عندك ديك الكارطه سنتي ليا انا. الكارطه جديده صاحبي، الكارطه جديده. جديده راه شوف المشكل ديال البوزيسيون، راه التكنيك راه في حريفي. وعلاش ما عرفتيش ملي انت حريفي؟ علاش في الدار ما قلتيش ليا ديال لاكارت؟ قلتي ليا شي حاجه فيها لداخل. شي حاجه ما كتقراش لاكارت. ها ملي جيتي هنا شنو درتي؟ هذيك الساعه ناخذ وقت ديالي، انا اختي وقف عليا دابا من هادشي كامل. انا بغيت غير نعرف واخا نكون واقف. وشوف والبياسه شريتها، البياسه شريتها ب 21000 وهذا قول 23000، ولكن انت باش تحسب لي 500 درهم راه هذا حشومه عليك. القسم ما سرقتكش، انا جيت عندك. داكشي اللي قالوا لي عباد الله، قالك هز كاين الشريف، كاين الله يفخر لي، انا ما غادي يقول لها والو. ياك انا ما نديشك رزقك. وما ندعي فيك تقول والله. لا لا ما تدعيش فيا، انا غنصدقها لما بغيتيهاش. وما ندعيش فيك، انا عاكوني عندك. دابا شنو بغيتي 5000؟ لا ما تسلكنيش. ما تسلككش. نصدقها. صدقها. شوف اقسم بالله العلي العظيم، يا تنصدقها. شوفي شغلك انا بغيت تصدقي اما رزقي انا راه تابعك به. لا ما تبعنيش به، بغيتي 5000 هكاها. صافي ما بغيتيش والله ما بقى نرجع عندك، وغادي نصدقها وغندير عليه فيديو. علاش علاش انت دابا غتعطيني داك الشيء اللي بغيتي انت؟ علاش علاش ما تفهمتيش معايا في الاول؟ قلتي لي راه ب 10000. بلاتي واش ملي خلصتي لي 10000 غنصوبها؟ ما تصوبتش. واه صايبه، هو راه غير لاكارت ميموار دار فيها شي حاجه. انا شوف انا انا شوف انا خدمه، انا خدمت مع خدمه ديال ولاد الناس، قالت لي المعلمين داروا لي في اختي. شوف انت دابا قلتي دي مريقله جابت لاكارت ودارتها لراسها، راه نزمتها. لا شوف شوف اقسم بالله ما نودك النيه، بديك النيه خلصك الله. شوف انا يخلصني الله انا وياك. شوف اه انا بغيت نصوفك تما في المحل عندك باش تعرفيني صادق. حيت علاش في المحل عندي كون لصقتي البياسه وقديتيها ما نعطيكش حتى ديك 5000، غادي نقول لك خدمت يدك ديال النهار 3000 ريال. ما تيش عندي، حيدنا الشوديره وجبنا هنايا. الشوديره انت بغيتي تحيدها؟ والله لا تصاوبت ديك تما. لا غتصايب، واش درتي ليها؟ واش شريفه؟ انا كندار معاها تتحكي لها على المشكل. الله يهديك صاحبي داك الشيء غير اجي طيح فيه. والله لا تحكي هذاك تحكي ديك الانفون. ولكن علاش 10000 بديتي شي بياسه مشيتي شريتيها؟ لا التماره ديالي. لا ما كاين تماره، ما كحفرتي درتي راه الناس. والناس جاو دار. انا كنخدم وخي انا ما كنحفرش انا. المهم دابا من هادشي كامل. شوف شوف. من هادشي كامل. ما تقولش لي حفرت انا. شوف. من هادشي كامل. انا حفرت هادشي بكري حفرت. بغيتي 5000. ما تضيعينيش، الا كتعطيني 5000 داكشي بغيتي انت راه ما رضينيش انا. ما بغيتيش 5000. شوف انا قلت لك النهار الاول قلت لك غير سيري، راه كتعطيني داكشي اللي بغيتي 5000 قول لي اريا. ما بغيتيش 5000 الله يعاوننا وعاون. خلصيني قدام هذا السيد غتراضي معايا، قول لي شحال الثمن ديالو معقول، ديري معايا الثمن. انا باش تقول لي 5000 يعني انا راه بلومبي غتجيب لك في المليون صرا تعطيني 100 درهم. انا صرفت لك لاباري. خبرك انا راه بلومبي. راه كدير مليون ونص، الله يسخر لك. انا ما قلت لك والو غير انا ما تضيعينيش. لا ما نضيعكش. انا ما سرقتك، ما كذبتش عليك. انا ما غنسرقكش. واش بغيتي لا راه توا كيدوي بنادم. واش نقول لك دابا هاد لامبانا سميتو تمشي تسول في بلاصه اخرى، حتى كان نفس هذاك هو الثمن. ها الله يرضي عليك. جي لعندك الله يرضي عليك. غتصور كاع داك السيد اللي غيهضر معاها وتجيبو له. انت شوف شوف قولي الامبا اللي درتي نمشي نسول، الا قالوا لي هاد السيد عطيه 10000 حلال عليك. قالوا لي شنو دير شي حيده ونجيبها هنا ونرد لك. وانا ما نعطيهاش لك، انا علمتها وعطيتها لك. شوف تعرفين يعني شي. لا انا كنخاف منكم، هذاك داير لك النار مشى السودان. حنا بو حنا بو لا شوف حوتك كتخلي الشوارع. علاش حدك فلوس بدك سيري؟ حسك انت عندك واحد النيه. لا حوتك كتخلي الشوارع. وعلاش انا غنحكم عليك؟ ولكن صايبها لي ب 10000 ب 12000. والله حتى بنات الفيلا ديالها راسها مع المعلمين يعني كانت دخلت وسط منهم وعارفه شنو الظن بالناس. انت قلتي دابا السيده مريقله. انا كنت نقول لك الظن ديالها. انا ما قلت هذاك الشيء، انا بالعكس انا كنحييك، انا كنقول لهم هذه المره تبارك الله. انا بالعكس خلي ديك الاشخاص. شوف شوف دابا انا غنمشي نجيب بنتي من المدرسه غنعطيك 5000 ريال. والله ما تشوف 5000 انا ما صافي. بغيتي قولي على لومبا انا شنو خلات تمشي تسول؟ دابا الامبان صايبنا ولا عطى الله عطانا بلا سيري. لا تسول قالت لي 5000 سيري. صافي يا الله يسهل عليك. مالا دار؟ والله ما دار فيها حاجه. اش بان لك؟ قالت لي راه الامبان تسول. بصح كل كوزا كتبان لي. ها انتم انا خرجت انا. الزنشير. كولي كولي بنيتي كولي.
كي جاتكم كتاكلوا في كرطونه جوجي استرا شنو بغيتي ديري عمري غنجوج واش بغيتي ديري بغيت نتبع قرايتي اي واش نخر ميديسين يولي دكتوره انا نبقى في المغرب الدكتوره ديالي وداكشي ديال الطبيب داكشي ديال الطبيب داكشي وداكشي شنو بنتي باغي نتزوجني ما بغيتش نتزوج اه ويلا ما عمرك تقولها نتبع قرايتي نتلاقاو من هنا ربع سنين ان شاء الله نشوفو بنات انا جبت بيتزا لمصطفى كاينه في تمارا ديرينا ديال الفرا ديال العود غزاله هانتوما انا جبت هذا وغنسد معكم الفيديو اليوم الفيديو ديالنا حلا ساليناه كنسيم تشم نادير اللي ما جاش عشا معنا جا نادير سلم هنا كنسلم ديال اش كنسلم عليكم ولدي كيحماق على طوطو طوطو لا سمعتي هذا الفيديو سلم على ولدي صعاب انا ناطي بسلامة ايوا بسلامة عليكم البنات تنبغيكم بزاف تنحماق عليكم بزاف ها هو الكرياج ديك النهار ما وريتكمش الكرياج حتى اذا سولتني على الكرياج جاتني فرصه هذا كنسلم عليكم وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف ونهاري ديال اليوم سلام بسلامة عليكم تنبغيكم كاملين